كتاب من هنا نبدأ مهم جدا لأنه بيجعلنا نقرأ التاريخ بعين أخرى. كل شخص له انحيازات أيديولوجية أو سياسية، ولكن حين نقرأ التاريخ نحتاج إلى أن نرفع عن أنفسنا عباءة الأيديولوجيات. الأستاذ خالد محمد خالد المدرس خريج الأزهر فكر إن هو يعني نتيجة تأثره بالواقع الاجتماعي والسياسي اللي كان في مصر في تلك الفترة، هي بعد تقريبا كل حقبة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، كانت مصر تموج في حالة من حالات الغضب الاجتماعي الكبير اللي شمل كل الطبقات والفئات الفقيرة والمسحوقة. كتب المخطوط في فبراير 1950، ومن الأشياء اللافتة للنظر إن هذا الكتاب من هنا نبدأ جاء بعد 25 سنة بالضبط من كتاب الشيخ علي عبد الرازق اللي هو الإسلام وأصول الحكم. الأول كان يتحدث عن عدم موضوعية أو عدم صدق فكرة الخلافة الإسلامية لأنها غير واردة في الإسلام لا تاريخا ولا فكرا. خالد محمد خالد هو قال صراحة ينبغي ألا يمزج بينهما، يقصد الدين والسياسة، ومن المصلحة أن يتحرك كل في دائرته، وهذا هو التعبير الذي استخدمه في من هنا نبدأ. خالد محمد خالد من هنا نبدأ تحدث على عدم مشروعية وموضوعية أن يكون الفقر بهذا الشكل في المجتمع المصري. ومن هنا أنا وجهة نظري أن كتاب من هنا نبدأ هو كتاب في الأصل كتاب سياسي وكتاب اجتماعي أيضا، وفكر على أساس أن هو يطبعه ويتم نشره على أوسع نطاق. لما خالد محمد خالد قدم المخطوط لجهة الرقابية تم إبلاغه بأن هذا الكتاب تم تحويله إلى الرقابة اللي هي ملحقة بالأزهر الشريف. خالد محمد خالد ذهب إلى الجهة اللي هي المكان اللي فيه هذه الرقابة والتقى بشيخ شاعر اسمه الشيخ محمد الأصبر. كان هناك رقباء يمثلون شكيمة أو عصا الرقابة الغليظة التي لا تسمح بأدنى مساحة الاختلاف، وأعتقد أنه محمد الأصمر كان من هذا القبيل. هو يعني رفض المسألة جملة وتفصيلا، رفض الطرح، رفض العناوين المطروحة، رفض طريقة تقسيم وتبويب الكتاب في الفصول، رفض أن يظهر الكتاب إلى النور أصلا. بس خالد محمد خالد واصل معركته إلى أن حصل على موافقة بنشر الكتاب. كان لابد أن تمن السماء علينا هنا برقيب بثقافة أخرى. بدأ الكتاب يمر على عدة محطات حتى وصل إلى هذا الرقيب المثقف، أو هذا الرقيب الليبرالي إن شئنا أن نقول، يحيى الخشاب. منذ وصل الكتاب إلى يحيى الخشاب بدأت تحلحل الأزمة، بدأت تفك الأزمة، وبدأ الكتاب يتنسم عبق النور. تأتي بقى المرحلة الثانية اللي هي مسألة طباعة الكتاب، وإمكانياته المادية لا تستطيع أن هي تسمح بإصدار كتاب على دفقته. المهم هو كان تحدث مع بعض الأصدقاء يعني، فقالوا له هنعمل جمعية بحيث أن احنا نصرف على إصدار هذا الكتاب. وفي واحد صاحب مطبعة رجل فاضل مفكر يعني مثقف على درجة عالية، ويعني من المغرمين ومن المهتمين بهذه النوعية من الكتاب، اسمه إسماعيل شوقي. فذهب خالد محمد خالد وترك المخطوط عند صاحب المطبع. الرجل قال له يعني تفوت عليه بعد 3-4 أيام. قرى الكتاب، قرى المخطوط، أعجب به إعجاب كبير جدا. قال له طب إحنا عايزين نطبع، أنت عايز كام نسخة؟ قال له 1500. قال له أعطوني يعني اللي يسمح به ظرفكم المالي يعني وأنا هقوم بالباقي. وفعلا طبع الكتاب. كما يقول يحيى حقي، عليك حتى تعرف أن تخمش بظفرك في صخرة القدر. والمعنى هنا أنه في صعوبات كثيرة تحول بين الكاتب وبين أن يعرف. وبالتالي خالد محمد خالد في هذه المرحلة لم يكن معروفا بالقدر الذي يتيح لكتابه أن يذيع. هنا بقى ثقافة خالد محمد خالد في كيفية تنشيط توزيع الكتاب. خالد محمد خالد كان قارئا جيدا، وخاصة يعني كل كتاب مفكري وأدباء الغرب. أرى لبرنارد شو إن هو برنارد شو كان بيكتب حاجات ولا يقرأها أحد، وينتظر إن في حد يعلق في الصحف يعني اللي هو كان بيكتب فيها على ما كان يكتب، فلا أحد يعني يقرأ ولا يعلق. فبرنارد شو تفتقت له في ذهنه فكرة إنه في نفس الجريدة التي كان ينشر فيها يكتب بس باسم آخر مستعار، واحد يهاجم ما يكتبه برنارد شو. فتحول برنارد شو بهذه الفكرة يعني الذكية والعبقرية إلى كاتب متميز. فخالد محمد خالد قال طب ما فكرة طيبة، طب ما احنا نعمل نفس الفكرة.
أوعز لأحد الصحفيين أن يكتب مقالا هجوميا عن كتابه من هنا نبدأ. وأنا أعتقد أنه هذا التصرف جاد بثمرة، لأنه فعلا لما بدأ الشخص يهاجمه بدأت الصحافة يعني تنظر إلى الكتاب وإلى محتوى الكتاب، وبدأت تظهر سجالات وردود بعضها لم يكن يخلو من السب والإقذاع، وكان خالد محمد خالد مستعدا أن يتحمل هذا السب والإقذاع. الكتاب هنا فجأة تحول التوزيع بصورة لافتة، يعني مش بصورة بقى يعني ما نقدرش نقول، لا فعلا لافتة، معدل التوزيع ومعدل بيع الكتاب ارتفع. طبعا نتيجة اللي هو توزيع الكتاب بالإضافة إلى عمليات الهجوم من بقلم علي الغياتي وبعض الكتابات الأخرى، انتبه لخطورة هذا الكتاب النيابة العامة، فالنيابة العامة أصدرت قرار بمنع الكتاب من التداول. الكتاب طبعا قامت حملة شعواء ضده بعد ما الأزهر أدانه وطالب بمحاكمة مؤلف الكتاب، وتم جمع الكتاب من الأسواق يوم 8 مارس سنة 50. هو أراد كما نقول معركة إعلامية محدودة التأثير، لم يضر بخلد خالد محمد خالد أن يصعد الأمر إلى النيابة. إيه حكاية من هنا نبدأ، ولماذا تعرض لمحاكمة إصدراء أديان بل وإصدراء رأس مالية بل وتعرض إلى المحاكمة لأنه كان يكدر السلم الاجتماعي بنص قانون العقوبات عام 1950 160 171 176؟ يعني المحاكمة لم تكن هوائية، المحاكمة كانت منصوص عليها بنصوص قانون العقوبات. هو تعرض لإصدراء الدين الإسلامي لأنه تم اعتبار أن محاولة الفصل ما بين الدين والدولة كل في سياقه مع احترام الدولة ومع احترام المواطنة ومع احترام الدين من اتجاه آخر أنه شكل من أشكال الاعتداء على الأديان. الأزهر لجنة الفتوى قالت إن هذا الكتاب ضد الإسلام وطلبت من النيابة التحقيق. جت النيابة قرأت مذكرة الأزهر وطبعا قرأت الكتاب فقالت الله دو كمان شيوعي، وحقق معي. وطبعا كان رأي الأزهر غير صحيح ورأي النيابة غير صحيح، وانعقدت جلسة سرية للمحاكمة. في محامي تبرع وتطوع بالدفاع عن خالد محمد خالد وكتابه في المحكمة الابتدائية، اسمه المحامي عبد المجيد نافع. والأستاذ خالد يعني يتحدث عن عبد المجيد نافع أنه رجل فعلا يملك ناصية القانون ويملك ناصية الخطابة. كان من حسن حظ خالد محمد خالد أن يلتقي بواحد من كبار يعني القضاء في مصر، المستشار حافظ سابق. هذا الأستاذ حافظ سابق اللي هو أول ما جات الثورة عملوه نائب عام، كتب بقى حيثيات عن الكتاب مذهلة، وأخذت أنا هذه الحيثيات ووضعتها في مقدمة الطبعات التالية من الكتاب إلى يومنا هذا. هو ركز دحضه لتهمة الأزهر ودحضه للنيابة في هذه العبارة، قال هذا الكتاب تمجيد لدين الله ودفاع عن حقوق الشعب. خرجت حيثيات الحكم في هذه القضية على نحو مشرف ونقطة مشرفة في تاريخ القضاء المصري، لذا تقرر الإفراج عن الكتاب في 27 مايو سنة 1950. طبعا يحسب للقضاء المصري في ذلك الوقت أنه برأه في النهاية، يعني رأى أن الكتاب ليس فيه مطعن في الدين، ليس فيه تجريح لنصوص، ليس فيه تجريح لأشخاص، لكن فيه طرح لفكر قد يرد على الفكر بفكر. وهذا ما انتهى إليه قرار النيابة عندما أنهت في النهاية أو أنهى القضاء المصري في النهاية حالة المصادرة وأصبح الكتاب في متناول الجميع.